أصدقاء اس اس سي، عشاق كرة القدم، قلب الصيف الساخن في الرياض، حضر الزعماء من كل حدب وصوب، حضر الزعماء نحو استاد الملك فهد الدولي. هذا الحضور الكبير جدا أمام أنظار جيسوس خيسوس، هذا الرجل الذي ترك انطباعا مثيرا للاهتمام وتأثيرا كبيرا ما زال خالدا في قلوب العشاق. حضر الزعماء هذا الحضور الكبير والطاغي ليس إلا لتقديم مدربه ولاعبيه الثلاثة الجدد وإقامة مباراة ودية تكون أولى مباريات الأزرق في الرياض خلال الموسم الجديد. حضور جماهيري كبير وأكبر من المتوقع في مثل هذه المناسبات. الهلال يدخل هذه المباراة وسط هذا الكرنفال ويبدأ الكرنفال. نعم، لقد بدأ الكرنفال على طريق سيرخي ميلكونوفيتش سافيتش. هدف أول مع الأزرق يسجل الآن، وبهذه الصورة الغاية الجمال وفي غاية الروعة، حيث الانطلاقة الأولى بدري 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 كعادة الزعماء من بدري يحضرون، حضروا وتقدموا. الانطلاقة كانت في أعماله الكاملة التي قدمها ليس فقط في الموسم الماضي بل حتى منذ نهاية الموسم الذي قبله، وكان له تأثير في دور الإعجازي. هجوم كويتي الآن، الله الله، هدف جميل وهدف لا يسجله إلا الدولي التونسي الكبير جدا طه ياسين الخنيسي، هداف الدوري الكويتي الموسم الماضي، إذ تقدم بسرعة الصاروخ يا عقلة وتحرك للأمام ونجح بتسجيل هدف في غاية الجمال والروعة يسجله ياسين الخنيسي. هذا طه، تقدم ياسين الخنيسي، تحرك وبسرعة أنهوا مباراة وولفسبورغ النمساوي. أما المباراة الأخيرة، لدينا تقدم وسامي جريس يحتسب ركلة جزاء، خطف القلوب سافيتش وكذلك الحمدان بهذه الانطلاقة. الهلال يكسب ركلة جزاء في هذه اللقطة. التدخل كان من سامي الصانع الظهير الأيمن، إذ هكذا بالنسبة لسالم وبالنسبة لأهدافه وحضوره. هل يبدأ كذلك هذه الأمسية وهذا الكرنفال؟ نعم 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 نعم، وقف عبد الرحمن كميل ووضعها على يساره. هدف ثاني للهلال، مباراة في تسع دقائق فيها ثلاثة أهداف، سافيتش براسه والخنيسي يعادل بتسديده، وبعد ذلك سالم من هذه العلامة يعطي الملك سلمان للأندية الأبطال العرب. والخنيسي مرة أخرى مهاجم خطير وكبير وصولات وهداف، هداف من طراز. لم ينتهي المشوار إلى هذا الحد، بل بعد ذلك رحل إلى نواكشوط في موريتانيا. لدينا تقدم الآن لسالم، سالم يحضر والكرة ما زالت حاضرة وتتهيأ، والكرة عند ميشائيل يعيد كرته. سعود يجرب حل التهديف، هذا الحل بالنسبة للظهير الأيمن، وهذه التسديدة لسعود للخنيسي جعله وجعل العميد الكويتي في بطولة العرب. سنتحدث بالتفصيل. الخنيسي ما زال، والكرة على طول بتصل، هذه المرة المحاولة لديه، وقال بأن الهلال فريق يرغب بالبطولات لذلك نريد أن نفعلها الآن. الكويت، الكويت كاد أن يفعلها. محمد إدحام
نجم منتخب الكويت حاليا وأفضل لاعب الموسم الماضي في الكويت، يضيع كرة غريبة بعد انطلاقة رائعة من سامي الصانع، صنع كرة في غاية الجمال، كرة هدف باختصار. أنت وضميرك، ما كان ضميرك. وسط هذه الأجواء الجماهيرية الرائعة التي يقودها عفيفي الآن، فرصة وما هو القرار؟ الخنيسي غاضب من سامي الجريس والارتداد الأزرق، تذكر جيسوس، تذكر المرتدات. الآن سرعة الهلال في الارتداد، دائما ما يكون مع جيسوس أفضل وأقوى وأسرع. هذا جيسوس اللي عرفناه، تذكروا صارت أربعة، كانت أيام جيسوس. هذه الكرة من المعيوس، الخنيسي يرفع يديه، سامي الجريس أمر بالاستمرار. هذه القيمة المعتادة على مباريات الهلال والكويت، كرة في الجانب الأيمن، ميشايل يتحرك الآن، الله، الإعصار الأزرق قادم، الإعصار الأزرق قادم، حضر من حضر وجيء بمن جيء، الأزرق الزعيم وديا أو رسميا يضرب ولا يبالي، قوته في اسمه، في قميصه، في كيانه، في منظومته، في مؤسسته، في محبته. هدف الثالث متقدما على الكويت. هذه النتيجة حتى طبعا هذه اللحظة هي أكبر نتيجة بين مواجهات بين الهلال والكويت. الكويتي، الله الله يا ياسين العامري، ياسين عامري يسدد كرة، هذا الجناح التونسي بأسراه رائعة في غاية الجمال. أهداف الكويت حلوة، حلوة كمان، حلوة كمان. شوف الكرة اللي وصلت بعد ذلك عند ياسين عامري ليرى المرمى من زاوية واضحة بالنسبة له دون رقابة، تأخر في العودة والكرة لا شيء. نجح الهلال عن طريق متعب المفرج وعبد الله رديف من تسجيل أهداف تلك المباراة الودية قبل عامين. الآن هنا محاولة وانطلاقة مبكرة وكرة في المرمى، التغطية حضرت سريعة عن طريق ناصر الدوسري، نجح بإيقاف الانطلاقة من اللاعب البحريني محمد مرهون، هو من تقدم في هذه الكرة حيث الانطلاقة للبحريني كانت موجودة. وبعد ذلك البليه المقدمة بالنسبة لزعيم وعميد الكرة الكويتية. عندنا هجوم الآن والانطلاقة من ياسين عامري مرة أخرى، لكن هذه المرة في أحضان راعي المعروف المعيوس. هذه كرة سهلة ينجح بالحصول عليها البليهي، وقفته وصدره، كان قد ضرب على صدره، أنا موجود. الكرة من جديد، وكذلك الله الله على كرة خطيرة. الكويت يلعب، الكويت يلعب، قدم مباراة في غاية الروعة. هذه العرضية كانت من سامي الصانع، وبعد ذلك الرأسية من محمد. في دوري أبطال الخليج دور المجموعات في الدوحة، هدفين مقابل لا شيء للهلال. الآن هنا هجوم حاضر، وكرة وركلة جزاء، نعم ركلة جزاء لمصلحة سعود. الانطلاقة السريعة والتمريرة البينية، هذه مين اللي حطها؟ هذه حطت لاعب فنان، لاعب طبعا سافيج، الله على كرة وسعود وانطلاقة، والشد كان واضح على فهد الهاجري. هدف ثاني في مسيرته مع الهلال، مباراة ودية سابقة نجح في التسجيل
وولفسبورغ، والآن يتقدم، نجح فعلا بالتسجيل هذه المرة من علامة الجزاء، وضعها صعبة على عبد الرحمن كميل، حاول من خلالها بهذه الكرة وأرسلها بقوة. هذه التمريرة كانت رائعة من سافيتش. ينتظر بإعطاء تمريرة وصلت في الجانب الأيمن، فرصة متاحة الآن للكويت وخطيرة، وما هو القرار؟ ركلة زاوية للكويت الكويتي. هذه الكرة العرضية، وهنا كان يوسف من جديد في الجانب الأيمن، محاولة قائمة. يا سلام يا سلام يا سلام، جميلة جدا. أحمد الزنكي من جديد، لديك دوري طويل طبعا ومثير ومنتظر وأسطوري، ولديك خمس منافسات بالنسبة للزعيم في هذا الموسم. الآن هنا محاولة، لذلك ركلة جزاء الآن. فهد فيصل زايد، فيصل زايد ينجح بتسجيل اسمه في المباراة بهذه المهارة ويكسب ركلة جزاء. المرور من أمام كنو، وبعد كأن تركوا الأمر ليسجل. لا لا، لم يسجل هذا الارتباك الذي أحدثه يوسف ناصر، وفيصل زايد قبل التنفيذ تسبب بإضاعة هذه الكرة. هذا فيصل زايد، المراوغة وركلة خيبري ورديف، كرة ترسل باتجاه رديف، تغطية حاضرة، دحقاني حافظ على كرته، الله 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 على كرة، الله لو اكملت تكمل ممكن الآن، لكن في النهاية اسماء الشابة في الهلال حقيقة جملة هلالية يافعة. لكن الآن الكويت، الله، يوسف ناصر والعويس في لقطة واحدة كانت قد شدت الانتباه، هي الأخضر وهو كذلك على مستوى الشباب. كرة من جديد لمصلحة الكويت، عالية جدا وجميلة ورائعة، والكرة في المرمى، ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء من نصيب الكويت الكويتي، وبتقدم كان أكثر من رائع لفيصل زايد. مرة أخرى هذه المرة يكسب ركلة جزاء فيصل زايد، الأولى كان قد أهدرها في القائم، ضرب الدفاع بهذه الصورة وتقدم ودخل الصندوق، وعرقل هذه المرة من العويس. ركلة جزاء صريحة للكويت الكويتي. الودية، يوسف يتقدم يضع أوه الله يا بنياك، لا فيصل زايد ولا يوسف ناصر، هكذا لقطة، ركلتي جزاء للكويت الكويتي كانت قادرة على ترك ذكرى في استاد الفهد بفوز تاريخي أول على الهلال، إذ لم يفز